السلام عليكم أخوتي السلفية. السلام عليكم بصفة عامة، كيف الحال؟ الاسم حسن محمد الغالي حمدان. زمن طبعا كنا في الجامعة، لكن بعد ما شفنا المقاطع قد أخونا من الزمن الفقيري على التجانية وعلى التصوف كامل، يعني في الأخير نحن طبعا كنا زمن صوفية يعني تجانية، وفي الأخير ما شاء الله جزاكم الله خير بينتو الحق، وعرفنا هذا الشيء ضلال وليس له أساس لا في الكتاب ولا في السنة. ونشكركم وربنا يتقبل منكم ويخط في ميزان حسناتكم. ونحن طبعا كنا تجانية، لكن من اليوم نحمد الله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، ونحن الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى. وحدنا الحمد لله، عرفنا الحق كما شاهدنا المقاطع. الحمد لله الأخ الزم الفقيري أخونا بكر آداب أخونا الشاب عوض، والحمد لله ربنا إن شاء الله يجزيه الخير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والكتاب ده متفق عليه بين التجانية في العالم وفي السودان وفي كل الكرة الأرضية، حتى الدجال ده ما يقدر ينكر الكتاب ده، لأنه لو أنكره يبقى ما تجاني أصلا. طيب، الصفحة رقم 129، قال في الجزء الأول 129، قال رضي الله عنه أحمد التياني: أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، قال: يقظة لا مناما. قال الرسول بيجي عديل، وده كذب يا ناس. الرسول يجي عديل يقعد معاك، ما في النوم، في النوم ممكن، مرآني في المنام فقد رآني، وفي رواية فسيراني في اليقظة، يعني يوم القيامة، أو الصحابة الناس اللي آمنوا به وما شافوه في زمنه، ساكنين في البادية وكده، اللي بيشوف النوم دي بشارة إنه حيجي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قبل مماته عليه الصلاة والسلام. قال لي: أنت من الآمنين. قال الرسول، قال لي: أنت شنو؟ من الآمنين. وكل من رآك من الآمنين، إن مات على الإيمان. أي زول شاف أحمد التجاني هو مسلم، ده من الآمنين طوالي. وصحابية جليلة قالت: رحمة الله عليك أبا السايب، أما أنا فأشهد أن الله قد أكرمك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، وما يدريك أن الله قد أكرمه. أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها زكت لها زول مات وقالت ربنا أكرمه، يعني ماشي إلى الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى، وقد نهانا الله عن ذلك، قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذا كله كلام باطل وكلام كذب. قال: وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها، وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. عشان كده بلقط من الجماعة السكر. انت قايل ليه؟ يجيب البوكس يوقفوها والتراكتر يرموا له السكر، لأنه قال: كل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. كذاب ومنافق ودجال، كلام ده باطل ومن أبطل الباطل. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: اعملوا وسددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وشنو يا جماعة؟ وفضل. كتاب ده كله كفر، شت كفر. طيب، قال صلاة الفاتح، قال دي النص جاء فيه أن صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة. هنا الصفحة 132 إلى 135 من الجزء الأول. هنا أحمد داود سمعت له مناظرة مواعظ مبارك
خمس ساعات إلا. قال النص اللي فيه صلاة الفاتح ده تعدل القرآن 6000. قال الجملة دي دخلوها في الكتاب ده ساي كويس، يعني الكتاب ده عين أحمد داود ماله صحيح صحيح. إلا يا تو يا جماعة الكلمة بتاعت صلاة الفاتح تعدل شنو؟ 6000 مرة خلاص. وذكر إنه ده ما فضل صلاة الفاتح وكذا وكذا وكذا. هنا في الصفحة رقم 139 من الجزء الأول الصفحة 139 نختم كده. طيب قال وسألته رضي الله عنه عن صلاة الفاتح، سأل منه أحمد التجاني لما أغلق لأنها خالية عن السلام لأمر أوجبه، فأجاب رضي الله عنه بقوله أما سؤالكم عن صلاة الفاتح لما أغلق إلى آخره فإنها وردت من الغيب. أول حاجة جات من شنو يا جماعة؟ من الغيب. خليه ينكر دي برضو، خليه ينكر دي، يقدر ينكر دي. من الغيب على هذه الكيفية، وما ورد من الغيب كماله ثابت خارج عن القواعد المعلومة. يعني عشان ما تقول السند بتاع صلاة الفاتح وين حدثنا فلان عن فلان دي، عشان ما تقوله، قال لك ده جاء من الغيب، والبيجي من الغيب ده خارج من القواعد الشرعية. طيب ليست من تأليف مؤلف وراء هذا. طيب أن كيفيات وردت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخالية من السلام وهي كيفيات نبوية متعبد بها، فلا تلتفت لما يقوله الفقهاء والسلام. وخالية الفاتح لما أغلق أمر إلهي لا مدخل فيه للعقول. قام قال الله برضو شنو جاب اليوم، فلو قدرت 100,000 أمة، حسب الكلام ده 100,000 أمة، كل أمة 100,000 قبيلة، في كل قبيلة 100,000 رجل، أضرب لي ده شوف بيساوي كم، 100,000 أمة، في كل أمة من 100,000 100,000 قبيلة، دي في زول يقدر يضربها؟ تضرب 100,000 ها؟ حاسبة قالت خارج النطاق. طيب في 100,000 ها شفت الحاسبة قالت خارج النطاق. تاني في كل قبيلة 100,000 شنو يا جماعة؟ 100,000 رجل، وعاش كل واحد منهم 100,000 عام. يذكر كل منهم في كل يوم 1,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير صلاة الفاتح لما أغلق، وجمع ثواب هذه الأمم كلها اللي هو الآلة الحاسبة قالت خارج النطاق. طيب في مدة هذه السنين كلها في هذه الأذكار كلها ما لحقوا كلهم ثواب مرة واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق. ده برضو بتنكروا يا كذاب يا محتال، كلام ده كفر، والكتاب ده كله باطل، وأحمد التجاني ذاته باطل، والطريقة التجانية ذاته باطلة، كله باطل. أفهم الكلام ده كويس؟ عرفت كلامي؟ وفي كلام كثير هنا في كتب الصوفية كنا نناقش به، وشبهات كثيرة جدا جابها، ودي كلها موجودة هنا في الكتب دي كلها. أي كتاب هنا فيه شبهة، ما في كتاب إشهد الله أنا جبت زينة ساكت، لكن بس قدر الله وما شاء الله فعل. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.